عسلامة 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 لاباس عليكم؟ الحمد لله الحمد لله. هدموا لي رواح. أبو بكر بن سالم نقرا في ليسي بيلوت بورقيبة. وأنا ريان مشيري نقرا في ليسي بورقيبة بيلوت. أنتم الأولاد عندكم بعض هكا الملاحظات والتشكيات من حاجات اللي هما الكلوشرات اللي بداوا قدام الليسيات ويفكوا في الفلوس التلامذة ويبراكيو فيهم، ولينا كي نخرجوا من الليسيات نخليو الفلوس والتليفونات في الكارتاب، ما عادش نخرجوا معنا حتى شيء، خاطر ديما وين تمشي باش يعرضوك في المحطة قدام الليسي في أي بقعة. معناها قدام الليسي ماهيش مأمنة؟ ماهيش مأمنة جملة زاد. ديما موجودين ديما. معناها الكلوشرات يجيو بالذمة يقعدوا قدام الليسي؟ هي يبداو يجيو بالذمة قدام الليسي خاطر يعرفوا تلامذة وعنده فلوس وباش يفطر ويجوا في وقت الفطور ديما. زاد وقت الفطور زاد. ديما قدام المرة مثلا أنا وصحابي لمينا فلوس باش نمشيو نفطر مع بعضنا، جينا واحد هكا وجايبه معاه أصحابه أربعة ولا قديه، فما واحد عرفت اللي حاط يده في جيبه كمكوع عنده يعني لام وكل، ومن بعد احنا سلينا رواحنا هو بدا يعيط لنا وإحنا عرفت كي دورنا الدورة طول مشينا جرينا، ومن بعد هكا هو قاعد يخلط، أما من بعد احنا دخلنا في الزنيقي باش تعدينا ورجعنا لليسي. هو بقى يجري وراكم؟ بقى يجري ورانا على خاطر حل بنالو، كنا كيكا كان قاد كنا باش نمشيو للبوليسية أما بعد شوية عرفتها، وفما واحد من غادي هما تفرقوا باش ما نمشوش احنا. قداش من واحد هما؟ هما خمسة أربعة كيكا، ما عرفتها في وقتها خايف وكله تبدا ما تنجمش تحسبهم ماكش في خايف عرفت. الوقت معناها وقت ايش؟ الوقت كيما قال لك صاحبي في الوقت فطور، ديما نص نهار مدي ساعة، نص نهار ونص الوقت هذاك. وقت فطور نص نهار مادي ساعة يعني فما برشا عباد يعني الطريق معبي، ودبلوس انتم تقراو لهنا معناها في وسط البلاد. ريت ما يهموش فيك اسكو فما عباد ولا ما يهم، قدام العباد الكل ما يحشمش عرفتها، يبدا يطلب في الفلوس وساعات يبدا يحط يديه. قدام المرة مثلا ناخذ فطوري يبدا يقول لي هاي تعطيني شوي ولا نهز الماكلة الكل بقوة ونمشي على روحي، قدام المرة وتلقاها ديما مشلط وعاملهم الكل كوم وكوا باندي وكل. قداش من مره معناها يهزوا لكم فطورك؟ ليه ما يهزوش؟ اما عرفت ان اعطيه شوي هكا باش نسلك روحي هكا. وديما يطلب بال 200 فرنك. ليه 500 ساعات. اي وليت 500 2000 عام. التيكي نتاع المترو كم كو. قال لك نوفيام كانت 200. اي. وليت بال 500. كنت تقراوا نوفيام كانوا يطلبوا 200. اي تو وليت 500. 500 والدينار. نفس الاشخاص تشوفوا فيهم كل يوم. اي فما خاصه فما طفل عاملين ولكن يدور برشا في ليسي نتاعنا ديما يفك، خاصه يمشي للبنات ما يمشيش للولاد على خاطر خوف شويه كما يمشي للبنات باش يفك لهم عرفت، اما نحن باقي الولاد نسلكوا رواحنا على خاطر وديما تلقاه يجي عاملين الفك برشا تليفونات من ليسي ويشوفونا احنا كوم كوا بيلوت عندنا برشا فلوس وتليفونات وحدين هكاك. ذكر منين دخلوا ليسي داخل فيه صار تحكي لي ظهر لي عندهم مشاكل مع جامعة الباك، اخي دخلوا الليسي وبدا يضربوا بالعصي وكل شيء وكاو، وفما قيمة ضربت وفما طفله زادت تكسرت. صارت عملوا قبل رمضان يثلي قبل رمضان بشوي ولا في رمضان توا نحكيوا وينو العصيص نتاع الليسي، وينو القائم العام، وينو المدير. المدير وقتها كل واحد حالة خوف والليسي دخل بعضه، والمدير وقتها كل سكر علينا الباب ومن بعد خرجهم الكل هذاكم نتاع الليسي الاخر وخلينا نحن الداخل وكل يعني ما خليناش لا نخرج ولا نعملوا حتى شيء. العباد هذوما اللي يجوكم كل يوم الاولاد بليتو ما همش يقراو هما في الليسي؟ لا نورمو يقراو. يقراو ولا ما يقراوش؟ ريت هكا اللي يقرا في الليسي اما ديما فاسع تلقاه وعاملهم الكل ويبدا تلقاه عمره 19 سنه ويقرا ديزيمانيه هكاك. هكاك اما ما همش يقراو معاكم يعني؟ ليه ما يقراوش؟ كان جاو يقراو معنا راهم جاو من بي ونعرفوهم. ما فيش البيلوت الظواهر هذايا. يعني يجيو من ليسيات اخرى يجيكم بالذمه ليكم انتوما؟ الليسيات العاديه. وليت مقلقه تقلقكم الحكايه معناها كيف ما حكيت انت كي تخرجوا ما تخرجوش تليفوناتكم. هي ولينا كي نخرجوا نخليو تليفوناتنا وفلوسنا ونخرجوا ندور مثلا تو دايرين هو شري لحظه هو تليفون شريه لي بابا باش التليفون الكبير في الدار، التليفون الكبير في الدار وشري لي هذا باش نستعمل باش حتى كان يتبرك يتفك لي هذا. معناها حتى في صوره ما تفك يتفك هذا ما تفكش واحد غالي.
المدير في باله باللي قاعدين انتم تعيشوا فيه كل يوم والا لا حاليا معنا ما يتدخلش خاطر برا من الليسي. اي صحيح. ما يعطيكش حتى كنت ما يعطيكش عوض ولا حكايه ما فما شيء كبير كبليش معنا يعني ما صحيح هو خارج المعهد اما ما عنده بالحق ما عنده ما يعمل يعني انتم نورمالمون طالبوا بالامن انه يتواجد قدام الليسي حاجه هكا هكاك تنجم تقول شنو الحادثه اللي حكيتها لي في الكواليس اللي تعرضت لها انت مروحين وقتها بولاد كلاس مع بعضنا جينا اخو عرضونا برشا حدا 8-7 فريريت في الكلوشرات خو بداو يطلبوا في الفلوس سالوني يعملوا لي عندك 500 قلت لهم لا عندي كان 5000 كبش قال لي مش متحرك واش كي تاخذ 2000 وولاد كلاس يمشي وخلوني وحدي قعد حذايا كان يوسف الشرطاني نحب نقدم له تحيه صديقك هذايا اي صديق معاك قاعد معايا حتى اصحابك هربوا عليك الكل وخلوك وحدك في الموقف هذا منهم السيد هذا ما حتى يوسف راه قعد معايا مش خاطر حبي يدافع عليه خاطر شدوه هكا ما خليوش يهرب في الاخر فكوا مني 2000 كاو في الاخر هزوا فلوس ما سيبوني كان خذوا اللي حاجتهم بيه انتوما وليتوا تجيو للليسي ما كومش مطمنين ما كومش نجم تقول نجم تقول على خاطر تبدا تمشي تو في سنتر فيل خاصه مثلا 7 نتاع الصباح يقعدوا يغزروا لك قدام المره واحد يقعد يغزر لي ويشوف لي مثلا انا نشد التليفون دخلته في جيبي يقعد يغزر لك ويبدا يتبع فيك قدام المره تسيد كان ما نبدا نزرب شويه وش نخلط على الليسي باش ما انا قلنا نولي سيكوريزي اكثر على وباش نوصفهم هذوما ديما تلقاهم لابسين لك السبات تيان وكاسكيت تيلي وعاملين شعرهم بالكيراتين مريول الكوره ديما مريول الكوره مريول لاكوست سروي مريول بي اس جي هاي صحيح ديما تلقى مريول بي اس جي الانتر زاده اي الانتر حاسينو مريول ازرق مريول تيان هذاك راهو تيان هذاك ولا لاكوست شنو تطالبوا انتم اليوم شنو تطلبوا يعملوا لنا حمايه حدا الليسيات وكل شيء كاو خاطر وليتوا سيي ما عادش لقينا راحتكم كون وريتك ما عادش ولينا خايفين الاولياء نتاعكم في بالهم بالحكايات اللي قاعدين تتعرضوا لها ولا لا؟ اي ديما نحكي لهم وذاك علاش شري لي التليفون هذا خاطر انا ما نحبش نقول لوالدي على خاطر يخافوا عرفت يقول ولدي مش كذا وحكيت ما نحبش يزيدوا يتقلقوا عرفت كاو خلي كلمه الختام نقدم تحيه للمسيو شكري ترابلسي والاحمد وابراهيم حاب نقدم تحيه ليوسف الصغيري وبكر وليد كلاسي عمناول للكل وبالحق عملنا جو عمناول على الاخر ما يتنسى شكرا